عملية تصنيع أعمالي يعني مثل ما مثل أي فنان يشقى أو يتعب حق موضوع هو يبي يصور. يعني مثلا إذا بصور طير، الطير طبعا مو بأي واحد مثلا بيجي يصور طير، أي واحد بيقدر يصور الطير وبيمشي عادي، لكن في لقطات معينة للطير متى تأخذها، نوع الطير، أصل الطير، الأغلبية ما يعرف الموضوع هذا وش بالضبط، إذا الطير معشى غير، وإذا الطير على وجاب غير، يعني نفسية الطير متى تصيدها. ثاني شيء اللقطة متى يعني الوقت اللي تأخذ فيه اللقطة، الطير من يبي لها يعني إضاءة، إعدادات، جو، مكان، يعني فيها تعب شوي، فيها تعب. وأيضا في اللاندسكيب إذا أنت مثلا تبي تطلع صورة صح، منظر غروب على غيم وبحر، يعني أنك تحاول قد ما تقدر أنك تصور صورة تخلي المشاهد إذا شاف الصورة يغمض عينه، يغمض عينه ويتخيل نفسه وين في المكان هذا. أحب أنه إذا شاف أحد أعمالي يحب أنه يكون معانا، يحب تواجده في المكان، أحب الانبهار، أنه ينبهر من شوف العمل أو من الوقت اللي إحنا عشناه أثناء التصوير. هذه تجربة وإحنا دخلناها الحين، وإن شاء الله راح يبين هذا مع الوقت.